انتم وفرتم لاسرائيل اشياء لم تكن تحلم بها. هذا الامن الذي انتم تقومون عليه الان والذي عجزت اسرائيل طوال الفتره الماضيه عن توفيره حتى من اطفال الحجاره، انتم الان مسؤولين عن توفير هذا الامن في كل المنطقه في غزه وفي الضفه، حتى ان مجموعه قليله من الناس في جنوب لبنان تؤرق اسرائيل، فيما اسرائيل مرتاحه تماما للاتفاقات التي وقعتها وهي كلها تصب في جانب في الجانب الامني على وجه التحديد. الاجتماعات على سبيل المثال حتى يظهر حجم هذه الاتفاقات، حضرتك يعني تلتقي دائما مع نتنياهو، تسافر الى الولايات المتحده في الوقت اللي في انت فيه رجل امن، كل رجال الامن في معظم الدول لا يقومون بهذه المهمات الخارجيه، مما يدل على ان هذه الاتفاقات والدور الرئيسي المنوط بكم هو دور الامن وحمايه امن اسرائيل. يعني انا بحترم ذكائك اخي احمد.